بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، شوط اول رائع للنادي الاهلي ولكن المباراه لم تنتهي بعد. الحمد لله، يعني احنا كنا بنتمنى النتيجه دي خلال المباراه كلها، انما ثلاث اهداف في اول شوط ده رد قوي جدا على المباراه الاولانيه بتاعت سموحه، وعلى المباراه اللي فاتت، وعلى حاجه انا عايز اقولها. احنا مش في الملعب النهارده كمان، احنا عندنا النيرف، عندنا الشكل اللي نقدر بنهجم بيه كويس. احنا جايبين ثلاثة ومضيعين أربعة خمسة، مش مشكلة، بس أنا برضو في شكل احنا كنا بنتفق عليه، الاستحواذ اللي انت بتتكلم عنه، الخطوط الكومباكت اللي هما الاثنين اللي ورا دول لازم يكونوا قريبين أو من نص الملعب، أشرف وياسر لازم يكونوا عاملين شوية ضغط كده جنب سلية وحمدي فتحي مريحينهم شوية. فأنا بتمنى إن الشوط الثاني بقى تبقى الأعصاب أهدى ونشوف كرة حلوة بقى تطمن الجماهير باذن الله على المرحله اللي جايه باذن الله. انت قلت يا كابتن شريف قبل الشوط ان النادي الاهلي هيكسب 3 1، بس قلت 1. انا هم كلموني فوق قالوا لي 3-1. بتمنى طبعا تكون نتيجه كبيره باذن الله. ان شاء الله ربنا يعين باذن الله. كابتن علاء، نتيجه منطقيه لاحداث الشوط الاول؟ نتيجه منطقيه ومطمئنه جدا، 3-0. مفيش حد كان ممكن يتوقع 3-0 دي خالص. الكابتن شريف ده بدايه من الدقيقه 40 بالظبط. ما هو خلاص هي بتبقى هدف يا ايمن، عشان كده دايما كنت بقول لك ايه، دايما اول فرصه لازم تبقى هدف. يعني انا كان نفسي اول فرصه حسين الشحات يجيبها جول من غير كل الشغل اللي اتعمل ده. كان طاهر ولا حسين الشحات؟ لا حسين الشحات. هات الجول وبعدين اعمل عايز تعمله بعدين. رأس فيها الجول، رأس فيها الجول زادت قوي. في واحد قبلها فاول جول، يعني لازم اما تكون في موقف زي كده يا ايمن وعايز انت عايز تطمن على الماتش نفسه، انهي الاول، انهي الاول مزبوط. وبعدين زي ما انت عايز. يعني الوقت الحمد لله كله مستريح. ليه 3-0 نتيجه كبيره جدا صح في الشوط اول مع النادي الاهلي؟ اعتقد الامور اتفضل لا الامور تكاد تكون محسومه، ولكن الماتش لا لا انا ماتش مش محسومه. الامور بقت اسهل. 3-0 اعتقد نتيجه كبيره جدا مع المشاكل، مع الاخطاء الموجوده في سموحه. النتيجه ممكن تزيد اكتر كمان. كابتن اسامة، النتيجه ممكن تزيد اكتر الشوط الثاني؟ اتوقع كده. يعني مع احترامي انت بتقول النتيجه مش محسومه، اعتقد ان النتيجه اتحسمت، لانه الحاله كمان اللي عليها سموحه يعني سهله جدا. النادي الاهلي عامل شوط حلو قوي، ضيع اربع فرص مؤكدين قبل الدقيقه 40 اللي هي فيها الهدف الاولاني، وفي اربع دقائق او خمس دقائق جبنا ثلاث اجوان. صحيح، اخطاء كتيره في وسط ملعب سموحه وفي بين قلبي الدفاع وفي الاطراف. النادي الاهلي عنده فرصه ولازم اللعيبه تفهم كده، اقدر اجيب يعني عنده فرصه في الشوط الثاني ان يزيد حصيله الاهداف بقى. صحيح، فيش قلق في حاجه، انت كسبان 3-0 صحيح والامور مفتوحه قدامك. فاتمنى ان شاء الله ان نكمل الشوط ان شاء الله الشوط الثاني زي الشوط الاول، واعتقد في اهداف ثاني ان شاء الله. كابتن بلال، الاهلي هيواصل ضغطه الشوط الثاني لمزيد من الاهداف، ولا سموحه هو اللي هيضغط على الاهلي الشوط الثاني؟ لا، انا اتمنى الاهلي بقى يعني نتعلم من المباراه اللي فاتت. يعني المباراه اللي فاتت احنا فضلنا بنلعب جيم مفتوح طول الماتش، حتى واحنا كسبانين 2 وهم ناقصين مننا 1. خلاص يعني شويه من الالتزام شويه. انت خلاص انت كسبان 3، تقدر ان انت تتحرك بشكل كويس. لازم يبقى في شويه تنظيم بس في الملعب، لعيبه النادي ما يبقاش الجيم مفتوح، لان برده وانت كسبان 3 في فرص لسموحه. يعني في فرصتين بعد ما سجلنا الهدف الثالث. خد بالك احنا سجلنا الهدف الثالث في الدقيقه 44، هم عندهم فرصه في الدقيقه 46 وفرصه في الدقيقه كمان 47 و45 و47. يعني انت لسه برده فاتح الجيم، بتلعب سموحه جيم مفتوح. انت المفروض تبقى عندك التزام شويه، اللعيبه تبقى ملتزمه شويه في نص ملعب بتاعنا بفريق قبه بشكل جيد وتشتغل بقى على الهجمات المرتده السريعه. سموحه بيلعب مع النادي الاهلي جيم مفتوح، وده احنا قلنا لو لعب مع الاهلي جيم مفتوح النهارده المباراه هتروح لصالح النادي الاهلي. على فكره هو مش هتقدر جيم مفتوح يا كابتن، وكمان ما بيضغطش على لعيبه النادي الاهلي من قدام. عنده اخطاء، عنده اخطاء كتيره جدا. عنده اخطاء يا كابتن في التمركز، عنده اخطاء في الضغط، نص ملعب دايما فاضي، اطرافه دايما فاضيه، وده اللي اتكلمنا عليها النهارده. هو بيحاول يشغل الاطراف بتاعته، ولكن انت عندك فرق السرعات لصالح لعيبه النادي الاهلي، فرق المهارات لصالح لعيبه النادي الاهلي. كابتن علاء اتكلم على واحده بتاعت حسين الشحات، في قبلها واحده بتاعت طاهر محمد طاهر كان يقدر يسجل بيها هدف. بس وفي واحده لشريف كمان بقى قبل، وفي واحده اللي برده لشريف، وفي واحده في العارضه شريف حطها في العارضه. فانت النهارده بس مطالب انك يبقى في شويه تنظيم الشوط الثاني، ليس اكثر من كده. لو نظمت الشوط الثاني بشكل كويس ولعبت بتنظيم وابتديت تلعب على هجمه منظمه او هجمه مرتده سريعه، الماتش ده ممكن يروح لخمسه سته، يعني 5-6 ده على الاقل. لو سموحه لعب بنفس الاسلوب، لو طبعا هو اكيد هيلعب بنفس الاسلوب، هو ما عندوش خسران 3-0 3، انت هو عايز يسجل اهداف. هيسجل ازاي؟ ايه الطريقه اللي ممكن تخليه يسجل اهداف؟
انه يفتح الملعب يبتدي يضغط عليك بس خلي بالك لا لا زي كده يعني بنفس طريقه اللعب. انا ممكن برضو انا كمدير فني ببص لحاجه ثانيه تبقى قلقان وخايف النتيجه تزيد طبعا النتيجه تزيد طبعا لا اكتر من كده بكتير. خد بالك لو هو قلقان النهارده في 3 4 فرص للنادي الاهلي في الشوط قبل ما يتسجل هدف أيوه. لو قلقان كان عمل النظام ده بس ما جاتش جوال. لا بس ما خد بالك فهم؟ يعني هو مش لازم الجول بيجي ازاي انذار في عندك انذار يعني انا بنذرك ان انا في هجمه الثانيه الثالثه ممكن اسجل كره شريف العارضه كره طاهر محمد طاهر انفراد كامل حسين الشحات انفراد كامل فبالتالي انت عندك تحذير من النادي الاهلي بيقول لك ان انا ممكن اسجل في اي وقت ولكن ما التزموش ومع ذلك في دقيقتين ومع ذلك يا كابتن هو النهارده برده بيلعب نفس الطريقه هو بيلعبك كانه بيلعب تقسيمه وده صعب يتلعب مع النادي الاهلي عشان كده بقول لو فضل بنفس الطريقه واحنا بقينا عندنا شويه تنظيم اكتر بس من كده في نص الملعب اعتقد ان احنا ممكن نسجل 3 4 اهداف وزي ما قال كابتن اسامه انا شايف ان المباراه محسومه من وجهه نظري يعني انت بتلعب الاهلي وكسبان 3-0 يعني ان شاء الله المباراه يعني تكاد تكون محسومه ان شاء الله المزيد من اهداف الشوط الثاني كل التوفيق للنادي الاهلي الشوط الثاني ان شاء الله هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الثاني ارجوكم انتظرونا